دعوة منورونا. مشوارك مش سهل، مشوارك صعب، مش بس لعيبة رياضة وناجحة وكده، بس مشوارك بالحجاب أكيد كان صعب. عايز أعرف البداية كانت إزاي؟ انا بقالي يعني بلعب فولي عامه من وانا عندي 6 سنين، يعني انا تقريبا بقالي 20 سنه بلعب فولي. بدات بيج فولي في 2014 مع المنتخب، ودي كانت اول بدايه ليا في البيج فولي في مصر. كانت بطوله افريقيا، وبعد كده تصفيات الاولمبيات كانت مؤهله لريو. يعني دي كانت اول مره مصر تشارك بفرقه بنات، ونتاهل لاول مره فريق عربي يتاهل لاولمبياد في لعبه البيج فولي، وكنت انا اول لاعبه العب في حدث كبير زي ده بالحجاب. فطبعا الموضوع كان مختلف شويه، ان اللعبه دي ليها رولز، يعني ان احنا لازم نلعب بالبيكيني. كنت طبعا حاجه مختلفه بالنسبه للرولز بتاعه اللعبه، بس كان يعني ازاي وافقوا، يعني ازاي الرولز اتكسرت، يعني اكسكيوز بقى كان من دكتور عمرو علواني، كان هو رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. هو يعني عمل لي اكسكيوز للناس المحجبين، وخلاص لحد دلوقتي لسه القرار ده موجود، ان اي لعيب من حقه ان هو يلعب اللعبه اللي هو عايزها، ويبقى موجود في كل المحافل اللي هو قدر يوصل بيها بمجهوده باللبس اللي هو يحبه، مش اللي احنا نقرره له. حتى وقتها كان في جملة: رغم اختلاف الثقافات إلا أن الحاجة الوحيدة اللي بتجمع بين الثقافات دي هي الرياضة. يعني فكل واحد حر في ثقافته، كل واحد حر في لبسه، أهم حاجة كل واحد بيعمل حاجة اللي هو بيحبها. صح، بالظبط كده.